نشتاق إليك رسول الله، نشتاق لعدل كنت ضياء، نشتاق لهدي حين سرى فينا كنا للناس رعاة. نشتاق إليك رسول الله، نشتاق لعدل كنت ضياء، نشتاق لهدي حين سرى فينا كنا للناس رعاة. نشتاق إليك فما أحوجنا لرسالة قيم تجمعنا، مذ غاب النور إغدال الليل منازلنا، مذ غاب الخل ملأ الحقد شوارعنا، هديك فينا غاب قرونا عن نهجك ما أبعدنا، هديك فينا غاب قرونا عن نهجك ما أبعدنا. ها قد عدنا نبحث عن حق يجمعنا، عن وطن حر ينصفنا، كل الإنسان لنا أسرة في عدل هدى، نبني وطنا نزرع فكرة من وحي ضياء، كل الإنسان لنا أسرة في عدل هدى، نبني وطنا نزرع فكرة من وحي ضياء. نشتاق إليك رسول الله، نشتاق لحضنك يجمعنا، نشتاق لحضنك يجمعنا، نشتاق لحضنك يجمعنا. السلام عليكم. إذا وصلنا في رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الهجرة. قبل مقدمات الهجرة وتزامنا مع قرار الطليعة المؤمنة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للانتقال للمجتمع الجديد وبدء مرحلة دولة النبوة في المدينة المنورة، كان هناك ترصد أيضاً من قريش. لم تكن قريش هادئة البال، وكل معالم السير والحكايات التي سجلت عن تلك المرحلة تشير بأن معسكر الطغاة كان لا يهدأ ويعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يكن هناك لديهم أي مساحة من التسامح ولا المراجعة ولا النقد، رغم أنه لم يكن هنالك أي مبرر لهذا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم سوى عقلية الطاغية ومساحة الضلال عندما تتمكن من النفس البشرية. أيها الإخوة والأخوات، وفي استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤذن صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان هناك اجتماعاً للجنة المركزية لنظام الطغاة. إنها أشبه ما تكون بقوة نظام مغرق في ضلاله، ومغرق في انحرافه، ومغرق في كراهيته وبأسه. تداعى أبو جهل وقومه، واجتمعت الثلة من المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسالة. دخل بينهم رجل ذكرت الروايات أنه يبدو عليه أنه شيخ من أهل نجد بصفته، فكان أبو جهل والرهط من قريش يتبادلون الأفكار، وكأنهم أحسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والطليعة المؤمنة على وشك أن يخرجوا إلى عهد جديد. قالوا نحبسه
كما يحبس الشعراء والكهان. فأبى الشيخ النجدي ووبخهم على هذا الرأي وقال: ما ذاك برأي. ثم انتقلوا إلى خطوة أخرى، والهدف هو اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتيال رسالته. ولكننا في هذه الرحلة نتداول عند فقرة وردت في مداولة قريش بينهم وبين هذا الذي انضم إليهم، سواء كان من شياطين الإنس أو شياطين الجن. ماذا قالوا وماذا قال؟ قالوا: نحن نخشى أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتمع عليه نفر من العرب فلا يطيقون بعد ذلك مواجهة الرسالة. عجيب، وكأنهم يستنطقون التاريخ ويستنطقون اللحظة الفارقة التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث المرحلة الفاصلة والمرحلة الفارقة. ولكن على ما لا تطيق قريش مواجهة النفر الذي يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا وقع في أنفسهم وهم يتساءلون عن طريقة لتصفية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتساءلون ويطرحون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجتمع عليه نفر من العرب؟ لأنه كانت هناك حقيقة كفلق الصبح أن هذا الرسول يحمل رسالة الحق، ولذلك خشوا من أن تنتقل إلى أحياء أخرى من العرب. فتداولوا الرأي مجدداً وهم يبحثون عن حل قليل التكلفة وقوي الإذاءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قريش في ذلك الوقت لم تستحضر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ويح قريش لو خلوا بيني وبين الناس، لقد كان النبي يدعوهم إلى رسالة السلام، إلى البلاغ، إلى تبليغ رسالته دون مصادمة مدنية، فضلاً عن مصادمة عسكرية. ولكن قريش أبت إلا الفتنة وإلا القتال الذي يردعها عن الظلم. فاجتمعوا مجدداً على رأي خطير مملوء بالكراهية والغل والغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصاح زعيم الطغاة أبو جهل بأن الرأي عندي، فلنأخذ شاباً جلداً من كل فخذ من أفخاذ قريش، ويجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ويضربونه ضربة بالسيف، فيضمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفي وقد اغتيل وقد دفنت الرسالة. حاشا لله عز وجل أن يترك مصير النبوة بأيدي الطغاة. نعم، نحن متعبدون بمدافعة السنن الكونية وبنواميس الله في أرضه، ولكن لله عز وجل في أنبيائه شأن خاص، فهو الخالق الذي برأ هذه الدنيا ومن عليها، وما لا نعقله وما لا نفهمه وما لا نفهمه من أسرار الكون ومن قوة الله عز وجل لا يقارن بذلك القدر القليل جدا 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 مما نعرفه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإعداد لرحلة الهجرة؟ أوحي إليه بخطة الطغاة لاستهداف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه بالخطة الغادرة ماذا يفعل؟ يوصي علياً برد الأمانات إلى أهلها. الأمانات لكفار قريش لا تزال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطة الحرب المؤذية له لا تزال تجري وتسري، ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمانات إلى أهلها. جاء دور علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن هذا الفتى العظيم في تاريخ الإسلام، صاحب العطاء الكبير جداً والمدرسة العظمى في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، وخصوصاً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحب المبارك. فجاء علي إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفديه، وظن المشركون بأن النبي في منزله نائماً، فعقدوا خطتهم واختاروا شبابهم. تواطأ أولئك النفر
الذين انتدبتهم قريش وبدأت خطة أبو جهل تتوجه للتنفيذ، فكانوا يتوجهون إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخلت العناية الإلهية بخصوصية نؤمن بها عقلا وندركها روحا ووجدانا، ولله سبحانه وتعالى القدرة الكبرى الذي حرك فينا الأرواح وأوجد الأرض والسماوات، فهو قادر على حماية نبيه صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث اليوم في المسرح الأول، بمعنى مسرح خطة قريش. هناك مسرح آخر في قصة الهجرة سنتناوله في يوم آخر وفي حلقة قادمة بإذن الله. أما هنا فحديثنا عن خطة المعسكر الظالم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا النفر وهذه الطهمة المجرمة لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تعرف بعضها بعضاً وتعرف علي وتعرف جسد النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. كان علي في نومه رضي الله تعالى عنه مطمئن مستقر الروح، قد سكنت نفسه لفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً لتثبيته بأنه لن يمسونه بسوء. فجاء أولئك القوم وعزموا على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فباءت المهمة بالخيبة وفشلوا في تحقيق هذه المهمة الظالمة الجانية عندما علموا أن هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي استودعه النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الأمانات إلى أهلها بعد أن يرحل وبعد أن يهاجر المدينة المنورة. خاب مسعى قريش وخاب مسعاهم، وبدأت الرحلة التاريخية لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، نتحدث عنها في اللقاء القادم بإذن الله. فإلى اللقاء.